راوتنج، ودي بقى الوظيفه الاساسيه اللي الراوتر بيعملها. راوتنج يعني ايه حسين؟ يعني بيست باث سيلكشن، اختيار افضل مسار. طب ازاي الراوتر بيختار افضل مسار؟ ده اللي هنقعد نشرحه دلوقتي. بس السؤال اللي انا كنت عايز اساله لكم، عملت الواجب؟ الواجب اللي احنا كنا عملناه كنت طالبه منكم امبارح، اللي هي الراوتر وعلى يمينه سويتش واجهزه، متوصل براوتر تاني وعلى يمينه سويتش واجهزه، وبعد ما الدنيا كلها تقدر بعد ما تحط اي بي ونشط داون، واذا كان فتح سيريال تحط لها الكلوك ريت بتاعتها، هل الاجهزه اللي هنا هتقدر تشوف الاجهزه اللي هنا؟ في ناس حد جرب؟ انا يا باشمهندس شافت ولا لا؟ ما شافتش، بس كنت بدخل من الجهاز اللي هنا على الراوتر بالتونل وادخل من الراوتر ده على الراوتر اللي بعده. لا انا بتكلم الجهاز، شايف الجهاز؟ لا لا. يا ترى ايه اللي عم عصام؟ ايه المشكله؟ هو ده بقى اللي هنفهمه النهارده. يعني اديك سؤال عشان اصلا هجاوب لك عليه النهارده. طيب تفتكروا لما لو الشبكه بالمنظر ده، راوتر وهنا مثلا بتوصل هنا جهاز، وراوتر وهنا جهاز، وجيت قلت لك الاي بي اللي هنا 10.0.0.1 وهنا 10.0.0.2 لانهم في شبكه واحد، هنا 11.0.0.1 وهنا 11.0.0.2، تفتكروا مش شايفين بعض ليه؟ او السؤال دلوقتي، تفتكروا انهم شايفين بعض؟ الراجل ده لو بنج على ده يشوفه؟ لا انا بقول لك هيشوف هيشوف. طب ليه؟ عشان اقول لك ليه بقى، تعالى ما اقول لك ايه انواع الراوتنج. نرجع للقصه دي مره ثانيه. الراوتنج نوعين يا شباب، ستاتيك ودايناميك. بس برضه قبل ما اقول لك الراوتنج نوعين، ستاتيك ودايناميك، انتوا عارفين شركة زي شركة اي سي بي زي تي داتا، شكل الدنيا فيها عاملة ازاي؟ عبارة عن راوتر متوصل براوتر متوصل براوتر متوصل براوتر متوصل براوتر متوصل براوتر، دي الدنيا كلها في تي داتا. طيب البروتوكولات اللي انا عايز الراوتر ده يشوف الشبكات اللي هنا، يشوف اللي هنا، يشوف اللي هنا، يشوف اللي هنا، يشوف اللي هنا، بروتها ببروتوكول بيسمى انتريور جيت واي بروتوكول، بروتوكول داخلي. تعرف ان شركه زي شركه تي داتا، تي داتا دي اسمها اوتونوموس سيستم، اوتونوموس سيستم. عارف يعني ايه اوتونوموس سيستم؟ اوتونوموس سيستم يعني نقدر نقول شركه انترنت كل الرواتب اللي فيها ترضى لبروتوكول معين تحت اداره معينه لشركه معينه. رقم الاوتونوموس سيستم ده، اي شركه اي اس بي لما بتيجي تفتح بتروح لشركه طيارات، عارفينها بتوزع ايميلات، تشتري منها ايميلات بابليك وتشتري منها كمان رقم اوتونوموس سيستم خاص بالشركه بتاعتها عشان تربط على الشبكه العالميه. طب واحد يقول لي طب هو النت قائم ازاي؟ ازاي شبكات الدنيا دي كلها واصله ببعضها؟ شركه زي شركه تي اي داتا مثلا براوترها، الشركه دي واخده انترنت مثلا من شركه اكبر منها او شركه اوروبيه اسمها مثلا يعني فلاكتل. شركه فلاكتل واخده من شركه ثانيه اسمها مثلا اونو، شركه اونو مثلا يعني. طب النت قائم ازاي؟ والله في سيرفرات موجوده عندنا في مصر، في سيرفرات موجوده في اوروبا تبع الشركه دي. لو عميل هنا في نفس الشركه عايز يخش على موقع في نفس اي شركه، ما هو ثانيه واحده، انا كعميل باخد خدمه النت منين؟ من شركه النت اللي بتغذيني. طب انا راجل عايز افتح موقع وعندي سيرفر وعايز اخلي الناس تقدر تاكسس عليه، بروح برضه لشركه الانترنت وبشتري منها خدمه بدخلها على الموقع ده. خدت بالك؟ طب افرض انا في مصر عايز ادخل على سيرفر موجود في اسبانيا، طب السيرفر الموجود في اسبانيا تبع الشركه اللي اسمها فلاكتل، بمشي كده 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 وادخل جوه الشركه وادخل على الموقع. طيب سؤال، الرواتب اللي جوه الاي اس بي ده اللي في داتا
بيتروج ببروتوكول اسمه انتريور بروتوكولات، هم كذا بروتوكول، وده اللي هتقعد تدرسه كله في السي سي ان اي. البروتوكولات الداخليه دي اسمها انتريور جيتواي بروتوكول، بروتوكولات لترويج الترويجات الداخليه، ترويج رواتب في داتا. طب حد يقول لي طب الراوتر اللي هنا هيتروج بيه برضه؟ هيتروج باي بروتوكول؟ انتريور، انتريور جيتواي بروتوكول برضه، اي برضه انتريور جيتواي بروتوكول برضه. طب ثانيه واحده بقى، عشان اربط الشركه دي بالشركه دي هستخدم بروتوكول ايه؟ حاجه اسمها اكستيريور جيتواي بروتوكول. اكستيريور جيتواي بروتوكول يعني افهم من كده ان في بروتوكولات راوتنج بتربط الاجهزه ببعض، بتربط رواتب الشركه الواحده. اه طب اذا حبيت اربط شركه بشركه، لا في بروتوكولات ثانيه بتستخدم ده ان شاء الله كده بندرسه في السي سي ان بي. نفس السي ان اي هتدرس ازاي اربط اجهزه الشركه الواحده ببعضها عن طريق الانتريور جيتواي. طيب تعال نتكلم عن الانتريور جيتواي بروتوكول. احنا هندرس السي ان اي ازاي اربط روادر شركه واحده. انا شغال جوه شركه زي دي داتا لاين اون لاين اتصالات، عايز اربط الدنيا بتاعتها بس، الرواتر بتاعتها بس، ماليش دعوه بربطهم للخارجي. يعني نقدر نقول ان الانتريور جيتواي بروتوكول ده فيه نوعين بقى، هنبدا نتكلم، نوع ستاتيك ونوع دايناميك. النوع الدايناميك ده هيطول شرحه ان شاء الله في الحصص اللي جايه. تمام كده؟ تركيزي كله النهارده على الاستاتيك. الاستاتيك راوت. الاستاتيك راوت في منه احسن ثلاث انواع. النوع الاولاني دي سي دايركت، مش كهرباء، دي سي دايركت كونكت، استرسال دايركت كونكت. هتفهم دلوقتي يعني ايه بالتفصيل. المسار الثاني او البروتوكول الثاني حاجه كده اسمها ستاتيك، ستاتيك راوت. المسار الثالث حاجه كده اسمها ديفولت راوت. افهم مني الستاتيك راوت النهارده اللي هو بالثلاث انواع بتاعه، دايركت كونكتد وستاتيك راوت وديفولت راوت. انا مش عايز من الحلقه اكتر من كده النهارده. لو فهمت دول خلاص وسهلين، هم مش كتير، دي حاجه بسيطه. نرجع للرسمه اللي انا كنت راسمها على السبوره من شويه وبقول لك هيشوفوا بعض ولا لا. لما انا كنت راسم لك رسمه زي كده، نشوف شوف الحلقه بتاعتك شويه. اقول الحمد لله عشان اقول لك الحمد لله. الحمد لله. هنا 10001 10002 هنا. طب ينفع يا جماعه احط هنا 10003؟ ينفع؟ ليه؟ الراوتر بيربط ما بين شبكات مختلفه. بس ممكن لو انت عامل سبليتنج ولا حاجه تستخدم برضه نفس الشبكه 10، لو انت مطلعها 8 ولا حاجه ممكن توزع يعني. بس المهم 11001 11002 لو قلنا الفتحه دي فصل 000 ودي مثلا فصل 1 سلاش 1 مثلا يعني. والسؤال اللي سالته لك من شويه، هل 10002 هيقدر يشوف 11002؟ في ناس قالت اه وفي ناس قالت لا. انا قلت لك اه هيشوف. طب ليه بقى هيشوف؟ اقول لك كل راوتر يا عم ابراهيم في حاجه، في جدول. الجدول ده يمكن سمعتك انا اسمه قبل كده، اسمه راوتنج تيبل. كل راوتر فيه جدول اسمه راوتنج تيبل. راوتنج تيبل ده بيحتوي على بيست بروتوكول، افضل بروتوكول، وبيست باث، وافضل مسار. احسن بروتوكول واحسن مسار، بس دول يمكن مش هتفهموهم النهارده. بس الراوتنج تيبل ده يحتوي على افضل بروتوكول، افضل بروتوكول ترويج انت بتستخدمه عشان تروج بيه، يعني ايه تروج برضه هتفهم كمان شويه. يحتوي على افضل بروتوكول وافضل مسار. عمرك ما هتفهم معنى الكلمتين دول النهارده. تمام؟ بس خليهم في بالك لاني هرجع اتكلم عنهم تاني، بس مش النهارده. المهم ان كل راوتر فيه راوتنج تيبل، جدول للمسارات.
ايه قصة الراوتر ديبو ده عن حسين؟ بص الفكرة في ايه بقى؟ مجرد ما هدخل على البورت ده اللي هي فاست زيرو فري زيرو اقول نشط داون واحط له الاي بي بتاع الفتحة دي يقول لك انا كده دلوقتي اصبحت شايف الشبكة 10.0.0.0 على فتحة فاست زيرو ستاج زيرو ويكتب لك جنبها سي. سي اختصار لي كونكتد. ما انا بشرح لك دلوقتي اول نوع دايركت كونكت. مش محتاج اصلا انك تعرفه للراوتر لان مجرد ما تخش على فتحة عصام تقول له شوت داون تحط الاي بي يقول لك انا شايف الشبكة 10.0.0.0. طب واحد يقول لك ما كتبش 10.0.0.1 ليه؟ 10.0.0.1 ده اي بي، الاي بي بتاعه في الشبكه دي. ده هو بيقول لك كده انا اصبحت متوصل في الشبكه دي كلها، انا شايف كل الناس اللي ممكن موجوده في الشبكه دي. يعني لو في هنا سويتش وفي هنا اجهزه انا شايفهم كلهم، انا شايف الشبكه 10 كلها. يعني انا مش كاتب دي ان انا مش فاكر مش واخد بالي، لا. بقول لك انا في دي الشبكه، انا شايف الشبكه 10. صحيح انا اي بي فيها 10.0.0.1 بس انا شايف الشبكه 10. ويكتب لك جنبها سي. سي دايركت كونكتد، عارف يعني ايه؟ الشبكة 10 متوصلة بيا اهي اهي. يعني واحد يجي يقول لي يعني مثلا يعني ايه زي ده يعني تشبيه؟ انت شفت ابراهيم النهارده؟ اه يا عم شفت. متأكد؟ اهو يعني اهو 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 ابراهيم اهو اهو. خدت بالك؟ متأكد؟ بالظبط كده. انت شايف الشبكة 10؟ اه شايف. ايه اللي شايفها؟ ده انا عندي اي بي فيها، ده انا عندي فتحة واخدة اي بي في الشبكة 10. اهي الشبكة 10 متوصلة بيا مباشرة مش بعيد عني. كذلك برضه مثلا لما تخش على الفتحه دي تقول له نو شوت داون وتحط الاي بي 11 يقول لك دلوقتي انا شايف الشبكه 11.0.0.0 على فاست 1/1 واكتب لك جنبها دايركت كونكت. ده الراوتنج تيبل او جدول المسارات بتاعه الراوتر. ساعتها الراوتر يقول لك ايه؟ انا دلوقتي كراوتر عندي القدره على اني اوصل اي حد عايز يروح للشبكه 10 او 11 انا عارف طريقه. فتخيلوا يا جماعه الراجل ده باعت بنج ل 11 2 اول ما يبعت هيبعت لمين؟ للجيتوي بتاعه 10 1 اللي هو الراوتر. يقول له استنى يا سيدي انت رايح فين؟ قول له والله انا رايح ل 11.0.0.2. يقول لك 11.0.0.2 ده في الشبكه 11.0.0.0. استنى كده اما ابص لك في جدول المسارات اما ابص لك في الراوتنج تيبل كده اشوف الشبكه 11 دي فين. فيبص اه الشبكه 11 يا سيدي متوصله على فاست 1/1 اخرج من هنا. وصل ولا لا؟ عشان كده لما بتبرمج من هنا لهنا الراجل ده ايه؟ شوف يبقى هنا تشتغل. اللاب اللي انتوا كنتوا واخدينه هاجم كان شكله عامل ازاي يا عبد المحسن؟ تعالى بقى نناقشه ونشوف الغلطه اللي انتوا وقعتوا فيها فين او الدنيا اللي كانت بايظه معاكم ولا فين. خلاص كده؟ ادي اول واحد يا شباب ضيق خلاص. اللاب اللي انتوا كنتوا واخدينه كان كان بالمنظر ده كده. وكنت مسميين انتوا الراوتر ده مثلا هنسميه ار 1 ونسمي الراوتر ده ار 2 مثلا. طيب الاول تعالى اعمل لي الراوتنج تيبل بتاع كل راوتر تحت منه. صح كده؟ مجرد ما تدخل على راوتر وانت بتعمل الفتحه دي نشط داون تحط له اي بي ويقول لك انا شفت الشبكه 10.0.0.0 دايركت كونكتد على فاست 0/0 وشايف الشبكه 11.0.0.0
دايركت كونكتد على سيريال 0/1 وشايف الشبكه 11.0.0.0 ده برضه هنشوف الشبكه مين يا محمد في ام دي 11.0.0.0 دايركت كونكتد على سيريال 0/1 وشايف الشبكه 12.0.0.0 دايركت كونكتد على فصل 0/0 صح كده كل راوتر هيشوف معنى صح كل راوتر هيشوف الشبكات الدايركت كونكتد عليه اللي حواليه اللي مش اللي حواليه اللي هم لازقين فيه بس مش هيشوف البعيد عنه ليه؟ لانه مشترك في الشبكه مشترك في الشبكه هيشوفهم دايركت كونكتد مو بالشبكه دلوقتي لو الراجل ده حب يبنج على الراجل ده اللي هو 10-2 حب يبنج على 12-2 اول ما يبعت حسين يبعت مين؟ الجيتوي بتاعه اللي هو راوتر 1 راوتر 1 يسال يقول له انت رايح فين؟ يقول له والله انا رايح ل 12-0-0-2 يقول له طب استنى 12-0-0-2 ده في الشبكه 12-0-0-0 استنى اما اشوف الشبكه 12 هبص انا في الراوتنج تيبل واشوف الشبكه 12 بيتخرج لها ازاي فيجي الراجل ده يبص في الراوتنج تيبل ايه ده ما فيش 12 اسف انا ما اقدرش اوصلها وتلاقيه بيرد عليك يا عم يا عبد المحسن يقول لك ايه ديستنيشن هوست انريتشبل في واحد فيكم يقول لي انا اشتغلت معاك اشتغل اصل انا لقيت سطر طويل اصل في واحد لما بيجي يبنج الهدف والريكوست ده سطر حته صغيره كده يقول لك طب كده لا السطر طويل يقول لك شغال هو هيرد عليك بسطر طويل يقول لك ديستنيشن هوست انريتشبل يعني الهوست اللي انت عايز توصله ده انا مش شايفه انا مش قادر اوصلك له ماشي كده تعال نعمل الفكره دي ونرجع نكمل عرفت انت ليه الراجل ده او الراجل ده مش شايف ده لان الراوتر بتاعك مش شايف الشبكه 12 واللي هعمله كمان شويه هو اني هخليه يشوف الشبكه 12 بس تعال نعمل اللاب ده مره ثانيه نعمله مره ثانيه ونبدا نشوف الفكره دي يا ريت يا محمد تمشي على جهاز لا مره ثانيه عشان الناس اللي ما تاخدش بالها من التوصيل موجود على الفلاشه يا باشمهندس مش مشكله انا عايز اعمله مره ثانيه عشان في ناس عايزه تتفرج على التوصيل ثاني تمام بص يا سيدي انا طبعا لما قلت لك الراوتر اللي هو اقصى اليمين ده لو انت وقفت عليه مكتوب عليه امتي امتي يعني فاضي ما فيهوش ولا فتحه حتى لو حط فتحه انت محتاج راوتر ادي راوتر ادي راوتر خلاص كده محتاج كام سويتش سويتشين ادي سويتش السويتش ده السويتش ده مليان على فكره دي مرتبط مرتبط وادي سويتش محتاج كام جهاز؟ محتاج جهازين اربعه اصغر ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة حط دول إيه؟ هنا دي. طيب والسؤال يا شباب دلوقتي الراوتر ده أنت عايز توصله بالسويتش راوتر بسويتش ستريت ولا كروس؟ ستريت هدي الكابلات يا لا ستريت وتقوم جايب كابل الستريت وتبدا توصل ايه ده؟ هنوصل في فتح الكونسول؟ لا طبعا فتح الكونسول ده عشان تبرمج هنا الراوتر هو الراوتر معنى كده ان مش ظاهر لك غير الكونسول بس يبقى الراوتر بتاعك ما فيهوش فتحات فانت تحاول تخلي الراوتر بتاعك فتحات اعمل سكيب وهات الراوتر بتاعك مره ثانيه احنا محتاجينه الاول كان فتحه يا شباب راوتر عشان توصل بسويتش ادي فتحه فصل ايثرنت وراوتر براوتر احنا اتفقنا ان راوتر براوتر هتبقى سيريال بقى هتبقى سيريال فنيجي على الراجل ده ونطفي وتقول له فصل ايثرنت شد وركب وسيريال ها شد وركب هنا كده وشغل كذلك الراوتر الثاني محتاجين له برضه اثنين وليكن ادي فتحه فصل ايثرنت وادي فتحه سيريال تحب نحطها فين هنا ولا هنا ولا في اي حته تشتغل هنا وانا ماشي مش مشكله ممكن احطها هنا وابدا اوصل هات بقى كابل الستريب بتاعك اهو شوف بقى وصلها ايه فتحه الفصل ايثرنت اقوم موصله بمين؟ بالسويتش بتاعك طب سويتش الكمبيوتر برضه ستريت اهي كذلك الراجل ده نفس الكلام بس هنا انا قلت لك يا حسين دي اوتوماتيك بتساعدك لو هي ستريت يعملها لك ستريت لو هي كروس يعملها لك كروس هو بيختار الفتحات اوتوماتيك وكده يعني طيب الراوتر ده نسميه يا شباب مثلا زي ما احنا عاملين على السبوره ار 1 الراوتر ده نسميه ار 2
ماشي كده؟ طيب مين انتوا في ظنكم كده مين بيغذي مين؟ مين اللي بيغذي مين؟ عشان نحط عليه كل بريك لو تفتكروا الحصه بتاعت المبنى. ها؟ ار 2 بيغذي ار 1. ار 2 بيغذي ار 1 ماشي. هنمشي ورا عبد المحسن هنجيب له ايه؟ طبعا نجيب الدي سي اللي عليه الساعه ده. انت عايز ار 2 اللي هو اللي بيغذي عبد المحسن واضرب من هنا كده واوصل دي لمين؟ لدي. الساعه تظهر فين يا شباب؟ هنا الساعه هنا. خلاص كده انا وصلت؟ اه. يفضل يا شباب بعد ما توصل اعمل اجهاد على الرسمه. ليك انت عشان عينيك عشان ما تتلخبطش. عشان ما تتلخبطش 10 0 0 1 وين ده؟ 10 0 دي في اخر مره هعمل فيها بقى اللاب ده. او ان انا هوصل قدامكم. يعني الواحد بعد كده ممكن يجيب حاجه جاهزه يشتغل عليها. 10 0 0 3 هنا برضه يا محسن 11 0 0 1 11 0 0 2 12 1 12 2 12 3. طب وهتعمل ايه يا راجل؟ طيب بعد كده حط الايبات على الجهاز ده بقى بحق حقيقي. هات لي الجهاز ده الاي بي بتاعه 10 0 0 2 هو ماسك كده غلط طيب والماسك 255 0 0 0 والجيت واي 10 0 0 1 ودي ان اس بقى ايه؟ الدي ان اس ده لو في عندك سيرفر ايه ده انت ما حضرتش الحس ده مش فاكر لما شرحت الدي ان اس هو انا عارف ان اسمها دومين نمسات مش لعبه حاول ما انت حضرت الحسابات؟ لا بس انا عارف انت طيب لعبتها في الافراد كان طيب طب واحد يقول انت بالخانه بتاعت الدي ان اس دي بتاعت ايه؟ شايف اللي هي 10 0 1 انا ما عنديش دومين نيم سيرفر فانا مش محتاجه في الرسمه دي ولكن ان شاء الله الحصه الجايه هحط دومين نيم سيرفر وهعرفك ازاي تستخدمه انا كنت شرحته قبل كده وهيتشرح تاني ان شاء الله في اللابات الجايه باذن الله خلاص انا بس انا كل اللي انا محتاجه اشوف بس الاجهزه شايفه بعضها ولا لا خدت بالك يا راجل طيب ونيجي برضه على الراجل ده 12 12 2 والجيت واي 12 1 والراجل ده 12 12 خلاص وبعد كده بدي اعمل ايه؟ هبدا افتح الراوتر بتاعي وابدا بقى ايه يا شباب ابرمج الفتحات دي او ابدا اعمل الراوتر كونفجريشن انيبل خلاص بقى التعمليه سهله بالنسبه لي كونف دي الراوتر ده اسمه ار 1 اقول له هوست نيم انشورنس براتات ار 1 المفروض ان انا عايز ادخل على الفتحه دي اللي هي فصل الفيرو سبيس زيرو طبعا لما ادخل عليها في الماوس اسمها يوزر ولو عملت كده لو انت عايز الفتحات تفضل ظاهره على طول في اختيار هنا اسمه بورت ليبل اول شو فالفتحات تفضل ظاهره قدامك كده ممكن اخد الكلام اللي تحت هنا كده اقول له هايد شوف الكلام اللي تحت الاجهزه والسويتشات عشان ما تبقاش الدنيا ايه ملعبكه كده قدامي يا دوبك على قد الفتحات بس وافتح الراوتر بتاعي مره ثانيه وطبعا انت عارف ازاي تدخل على الراوتر يكتب الكونسول بقى خلاص تبقى الطريقه قديمه يعني. اقول له انترفيس فاست زيرو في زيرو ها اعمل ايه؟ مش هتفهم جدع اي بي ادريس 10 0 0 1 والماسك 55 0 0 0 حاجه ثانيه لسه فاتحه الانترفيس سيريال 1 سلاش زيرو مش هتفهم احط عليها كلوك ريت يا شباب؟ احط ليه؟ لانها مش دي سي دي سي هناك يا اه قوم بس يا عبد المحسن وقايل له ايه؟ اي بي ادريس
11 0 0 1 والماسك اللي كان 55 0 0 0 كنترول زد دبليو ار عشان اسيف اللي انا ايه اللي انا عامله. اجي على روتر 2 نفس الكلام نفس الكلام. اقول له نوم نيم بوست نيم ونسميه ار 2 كده دلوقتي اظن بقى اسمه ار 2 زي ما انتم شايفين. عايز ادخل على الفتحه فاست زيرو سلاش زيرو اقول له انترفيس فاست زيرو سلاش زيرو نو شت داون اي بي ادرس 12001 من مصر انترفيس سيريال 2 سلاش زيرو صح كده يا شباب؟ دي سيريال 2 سلاش زيرو والاي بي بتاعها المفروض ان هو 11002. اول حاجه ما تنساش تعملها نو شت داون على بلوك ريت ولا لا عبد المحسن؟ عليه عليه ما تنساش قول له بلوك ريت بلوك ريت وليكن اديها 1 ميجا 1 ميجا سرعه. لو استنيت شويه تلاقي لينك ايه اب اهو بقى اب اهو. بعد كده اقول له اي بي ادرس 11002 55000. عايز اسال حسين؟ اي اف اللي بعد كده اه اي اف. طيب حاضر. لو انا عملت اكس للشباب لو انا عايز ادخل على الفتحه على الفتحه اللي هي احسن سيريال 2 سلاش 0 بقول له انترفيس سيريال 2 سلاش 0 واضغط انتر. دي معناها دخلني على الفتحه سيريال 2 اي اف. دي معناها اختصار لانترفيس اي اف. انا واخد على الفتحه انترفيس اه هم شالوا الام تمام كده. اي اف يبقى انت واقف على الانترفيس نفسه ماشي كده. يبقى لما تلاقي اي اف يبقى انت واقف على فتحه اي فتحه بقى ماشي كده. طيب انا كده خلصت الكونفجريشن. طب واحد يقول لي طب الفرونت الثانيه واحد بقى الراجل ده يا شباب لو بنك على الراجل ده ايه الاخبار؟ الراجل ده وده اعتقد ان حسين عمل وقف على الجهاز ده راح مبنج على مين؟ على 12002 لو قال له بنج 12 12002 اه لما يلاقي السطر طويل ويقول لك ايوه كده شغال صح حسين؟ اللي حصل يا شباب طب اقرا ايه السطر ده مكتوب فيه؟ لا لا آه طيب مكتوب عليه ريبلاي فروم 10.0.0.1 مين 10.0.0.1؟ دي كوين بتاعك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديستنيشن هوست انريتشابل يعني الراجل اللي انت عايز توصل له مش موجود. انا مش شايفه انا مش قادر اوصله. ليه يا راجل يا طيب؟ لان الراجل ده في الجدول بتاع الراوتنج تيبل بتاعه ماهوش في الشبكه 12. طب واحد يقول طب ثانيه واحده يا باشمهندس ثانيه واحده بقى انت وريتنا الراوتنج تيبل رسمت لنا جدول على السبورت. طب انا عايز اشوفه على الراوتر في كوماند ظريف ومحترم اسمه شو اي بي راوت اسمه شو اي بي راوت. لو انت وقفت على الراوتر بتاعك ده وقلت له شو اي بي راوت وريني الراوتنج تيبل شو اي بي راوت يعني ايه؟ وريني الراوتنج تيبل اللي عندك جدول المسارات. لو ضغطت على انتر اه بص كده الجدول موجود تحت اهوت يا عبد المحسن يقول لك انا شايف الشبكه 10 0 0 0 سلاش 8 دايركت كونكتد حتى رايك كاتب لك ايه؟ از دايركتلي كونكتد على الفتحه فاست 0 سلاش 0 وشايف الشبكه 11 0 0 0 دايركتلي كونكتد على سيريال سلاش 0. بس هل يا شباب الراجل ده شايف الشبكه 12؟ لا. طب والعمل يا عبد المحسن؟ نخليه يشوف الشبكه 12. احنا اتفقنا ان احنا هندرس النهارده مين؟ الاستاتيك كراوت. خليك تجي على السبوره بقى. ازاي هخليه يشوف الشبكه 12؟ ازاي هخلي راوتر 1 يشوف الشبكه 12؟ هنعملها بقى المره دي براوتنج بروتوكول اسمه ستاتيك راوت. هو انت واقف على راوتر 1 على الكونفيج مود يقوم ايه اللي يحصل يا شباب؟ تديله بقى الامر وده امر جديد بدرجه لاول مره النهارده تقول له ايه بقى؟ تقول له اي بي راوت هديك مسار يا راوتر هديك مسار هديك راوت هديك طريق للشبكه كام؟ انت عايز تروح للشبكه كام؟ 12.0.0.0. طب السطر الخاص بتاع الشبكه 12 طبعا المفروض انها كلها سلاش 8 سلاش 8 سلاش 8 السطر الماسك كام؟
بين 55 ضد 0 ضد 0 ضد 0. اخرج منين؟ يا راوتر مهم. عايز تروح للشبكه 12 اخرج كده. هقول له اخرج منين بقى؟ اخرج من هنا كده من سيريال 0 سلاش 1. هقول له اخرج كده من سيريال 0 سلاش 1. بعد ما تكتب الامر ده وتضغط انتر، لاحظوا ان الامر ده انت بتكتبه على الكونفج مود. لو قلت لك اي امر بتكتبه على الكونفج للراوتر، لان الحاجه اللي بتكتبها على النيبل والشو والكوبي والاريز لما او الدريت لما تحب تمسح او تلاقي، انما اي حاجه ثانيه على الكونفج. فانت دلوقتي بعد ما تكتب الامر ده حسين وتضغط انتر، تبص تلاقي لو عملت شو اي دي راوتر عشان تشوف الراوتنج تيبل، تبص تلاقي ظهر لك في الراوتنج تيبل ايه؟ يقول لك دلوقتي انا اصبحت شايف الشبكه 12 0 0 0. لو خرجت من سيريال 0 سلاش 1 ويكتب لك جنبها اس. اس يعني استاتيك. عارف يعني ايه استاتيك؟ حد اداني المصدر دي لسه حد كاتبه لي. يعني انا كراوتر انا ما جبتوش من دماغي. ده في واحد عرفهولي استاتيك. ماشي كده؟ ساعتها بقى تبدا بند كده الراجل ده لو بنج على 12 2 ايه اللي يحصل؟ تبدا الباكت رايح فين يا ابني؟ رايح 12 2 اللي في الشبكه 12 0 0. اه استنى كده اما ابص شفت لك الشبكه 12 دي بتخليها ازاي؟ فيبص الراوتر ايوه الشبكه 12 انا شايفها بالستاتيك راوتر بس بتخليها بين سيريال 0 سلاش 1. يقول لك اخرج كده المهم خرجك كده تيجي لمين؟ للراوتر الثاني. الراوتر الثاني ها يقوم يشوف ايه؟ يبص يشوف ايه؟ انت رايح فين؟ الشبكه 12. طب استنى كده ما اشوف الشبكه 12 بتروح لها ازاي؟ الشبكه 12 بتخرج لها من فصل 0 سلاش 0. اخرج كده اخرج كده بوصل وراك ساعتها بقى يا جماعه ما تيجي نعمل الامر ده كده ونتفرج ونشوف. تعالى على الراوتر ده انا عايز اعرفه طريق الشبكه 12. خش على الكونفيج مود ولكن قبل ما ادخل على الكونفيج مود انا عايز اوريكم حاجه يا شباب. الحاجه اللي هو بتاع الظريف ده اللي بيجيب لنا الراجل ده لو حب يكلم الراجل ده الدنيا تمشي ازاي؟ بص كده وبعدين الراجل ده رد عليك ومش لاقي قال لك ديستنيشن وسط ايه؟ انريتشبل. فتعالى نعرف المسار بتاعنا. هنقول له اي دي راوت يا راوتر عايز تروح للشبكه 12 0 0 0 اللي السبنت ماسك بتاعها 55 0 0 0 اخرج من الفتحه سيريال 1 سلاش 0. هقولكم على حاجه كمان يا جماعه، يا اما تكتب اسم الفتحه اللي هتخرج منها او تكتب النكست هوب اي بي. ايه؟ يعني ايه النكست هوب اي بي؟ بص يا راوتر، يعني يا راوتر عايز تروح للشبكه 12 هتخرج من فتحه كام؟ سيريال 1 سلاش 0 او ارمي الباكتس اللي عندك على 11 0 0 2. يا تكتب اسمها ل 2 1. طب واحد يقول لي مين احسن؟ ل 2 1 يمكن حتى لما تيجي تكتب النكست هوب اي بي افضل بالنسبه للشغل العملي. يا تكتب اسم الفتحه اللي هتخرج منها يا تكتب النكست هوب اي بي اللي انت هترميه طيبين اللي في وشك بتاع الراوتر اللي في وشك. فانت لو جيت هنا لو فتحت الراوتر ده بص انا خليني اعمل علامه استفهام. لو عملت علامه استفهام يا تكتب اسم الفتحه يا وراجل بيديك اختيارات يا تكتب الفوروردنج راوترز ادرس. عارف يعني ايه فورورد؟ الراوتر اللي في وشك تكتب الاي بي بتاعه. فانا بص خليني اكتب اسم الفتحه دلوقتي اقول له ارمي حمود او اخرج من الفتحه سيريال 1 سلاش ايه؟ سلاش 0. حسين دلوقتي اكيد بيقول لي طب ما توريني الراوتنج تيبل الاول يا راجل. طيب اقول له ماشي كنترول زد خرجت على النيبل مود اهو. تقول له شو اي بي راوت. الله شايفين يا شباب؟ اصبح شايف الشبكه 12 من سيريال 1 سلاش 0 شايفها بمين؟ ليه؟ لان في حد اداني الامر ده. طيب دلوقتي يا شباب البنج يشتغل يا حسين؟ اشتغل. البنج يشتغل؟ تعالى نبني كده تاني. ايه ده ما اشتغلش ليه؟ ملاحظين المره دي ان هو ادى ريكويست تايم اوت. ريكويست تايم ده اوت. طب ليه ادى كده؟ ليه ما اشتغلش؟ ارجع لي بقى على السبوره.
ليه مش تعالى ندرس مشكلة دلوقتي الجهاز ده هيكلم 12 اتنين فاول ما بعت الجدول بتاعه انت رايح 12 اتنين بص فجاوب ان الدير ولا الشبكه 12 ابتدى شويه فقام رميت كده جيت لي انت رايح للشبكه 12 اخرج كده وصلت على فكره البنج اللي انت بعتها وصلت بس المفروض كان جدا لما بتبعت بنج لحد المفروض الحد ده بيرد عليك الراجل ده وهو بيرد عليك وهو بيبعت لك بقى الريبلاي بتاعته هيبعت لمين؟ ليه ده؟ هيرد على مين؟ المفروض ما هيرد على 10 2 اللي هو ده هيبعت الباكتس بتاعته الراوتر 2 رايح لمين؟ 10 2 ما هو بيبعت لك انت بقى الريبلاي فالراجل ده يقول لك انت رايح فين؟ والله انا رايح 10 0 0 2 يقول لك استنى هو بص لك في الراوتر 200 انا ما عنديش الشبكه 10 فده هيرد عليه ده يقول له انا ما عنديش الشبكه 10 والراوتر بتاعك ده بعت البنج ومستني يجي له الرد عشان يبعته لك. فعدى وقت كتير قوي فقام راضي عليك قال لك ريكويست فايند اوت الوقت اللي احنا مستنيين فيه الباك توصل عدى والراجل ما ردش عليك. انا بعت لك الحاجه اللي انت عايزها بس الراجل ما ردش عليك. تفكيرت الحالتين ديستنيشن راوتر ريتشابل معناها ان الراوتر بتاعك اصلا مش شايف. ريكويست الراوتر بتاعك عدى البنج بعتها بس منتظر الرد من الراجل اللي هناك ما ردش عليه. لذلك يا شباب كان عليك لزاما عليك انك تعرف الطريق بتاعك او المسار بتاعك رايح جاي او بمعنى صح يفضل ان كل راوتر في الشبكه يكون على درايه كامله بالشبكات اللي موجوده في المسار. ازاي؟ احنا في كام شبكه الاول؟ شبكه 10 شبكه 11 شبكه 12. الراوتر ده كان شبكه كل دايركت كونكتد وانا نزلت بالشبكه 12 استاتيك. طب الراوتر ده شركه كريم برو دايركت كونكتد طب ايه المانع من دول شبكه 10 استاتيك؟ حد يعرف يقول لي نروج له الشبكه 10 ازاي وانت هتكون في مود؟ يا لا اقول له اي بي راوتر راوتر عايز تروح للشبكه 10 0 0 0 الماسك بتاع عندك 55 0 0 0 اخرج من سيريا 0 سلاش 2 او ارمي حمولك على 10 الله يجيب لك وشك مش 10 11 0 0 1 11 0 0 1 يا تكتب دي يا تكتب دي تعال نعملها اي بي مره دي تعملها ازاي؟ قبل ما اعملها خليني اوريك البنج اللي ما بوصلش. بصوا كده لو الراجل ده بيبنج على الراجل ده اتفرج كده مفيش حد برد عليك فعشان كده رد عليك انت فقال لك ريكوست تايم اوت الوقت اللي ايه؟ الوقت عدى وفات. طب تعالى نعمل بقى المسار هنا نقف على راوتر 2 ونعرفه الشبكه 10 كله مين كله كونف دي اي بي راوت يا راوتر عايز تروح للشبكه 10 0 0 0 اللي الماسك 255 0 0 0 اخرج من ها يا تقول اخرج من الفتحه سيريال 2 سلاش 0 يا ارمي حمولك على ارم الباكتس بتاعتك على طيبين في وشك اللي هو كام؟ 11 0 0 1 ماشي كده؟ لو انت جيت اتفرجت لينا قلت له شويه كده الى بار اصبح شايف الشبكه 10 استاتيك راوتر. طيب هقول لك على حاجه ايه اخبار البنج دلوقتي؟ لو الراجل ده بيبنج على الراجل ده هات لي البنج مره ثانيه كده البنج يشتغل ايه الاخبار يا شباب؟ البنج يشتغل مين اللي بيرد يا حسين؟ 12 2 اللي هو مين؟ اللي هو الراجل تعالى اتفرج عليها كده بالباكتس كده شكل المظروف كده من ده لما يحب يكلم ده ايه الاخبار؟ واحد اهو طريق العوده اهو هي راجعه وده مرجعها لك تاني اهو سهل يا شباب سهل ده كان بالنسبه للستاتيك فريم هي اللي دلوقتي تقدر تشغل اللاب اللي كان عامل معاك مشكله طبعا ان شاء الله المرات الجايه
هنبدا نتوسع في الرسومات والحاجات دي. طيب دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عنها بقى، الحاجه الثالثه والاخيره، الا وهو ديفولت راوت. يعني ايه ديفولت راوت؟ تبدا تقول له ايه؟ اي بي راوتر. عايز تروح لموقع الياهو وياهو له اي بي ما يكون 66 1 1 1، عايز تروح للياهو اخرج من سيريال 0 سلاش 1، ادي اول سطر. ثاني سطر عايز تروح لجوجل اخرج من سيريال 0 سلاش 1، عايز تروح لمزرعه اخرج من سيريال 0 سلاش 1، عايز تروح اخبار اليوم اخرج من سيريال. انت كل كل سيرفر هتروح له، كل موقع في العالم كله، فانت كده بقى من المنظر ده محتاج انك تكتب اوامر، ملايين الاوامر على الراوتر، اجماليها حوالي 128 ميجا ولا حاجه، اجماليها حوالي 128 ميجا ولا حاجه الراوتس الموجوده في العالم كله. طب ينفع؟ ينفع اقعد اكتب الاف السطور على الراوتر بتاعي؟ ممكن رامات الراوتر بتاعي ما تجيبهاش. غير كده كمان ده ليك على البروسيسور بتاع الراوتر، غير كده كمان ده متعب ليك. مين هيقعد بقى عايز توصل لجزر اخرج من هنا، عايز توصل لجزر اخرج من هنا. طب انا ممكن اقول لاحمد بطريقه سهله، اقول له ايه؟ عايز تروح لاي شبكه في الدنيا اخرج من هنا. تقولها له ازاي دي بقى؟ وانت واقف على الراوتر. طب حضرتك الراوتنج بيبقى بتاعه هنا اهو. شايف مثلا الشبكه 10 0 0 0 دايركت كونكت على 5 0 0 0 مثلا، الشبكه دي 11 هيجي 11 0 0 1 11 0 0 0 دايركت كونكت على سيريال 0 0 1. تقعد بقى عشان تعرفه الطريق لاي شبكه ثانيه تقول له ايه بقى؟ كونفج تقول له اي بي يا رب. نفس الامر اللي فات بس هنلعب فيه. عايز تروح لاي شبكه؟ عارف اي شبكه تكتب ازاي؟ اي شبكه الماسك بتاعها اي سطر ماسك، اي شبكه الماسك بتاعها اي ماسك، اخرج من سيريال 0 سلاش 1. هي تقول له سيريال 0 سلاش 1، تقول له اقرب راوتر اي بي راوتر اللي في السنترال، كل الاي بي بتاعه مثلا 11 0 0 2، انت بتكتب البيكست هو اي بي. كل دي كل ده في فتحه ثانيه يا باشمهندس. فتحه ثانيه فين؟ ثانيه. طب استناني بس خلينا نكمل دي، خلينا نكمل. يوم ما يظهر بعد ما تضغط انتر، يوم يظهر لك هنا 0 0 0 0 ويكتب لك اس ستار زي 0 0. عارف معناها اس ستار؟ دي معناها ديفولت رام. اس ستار دي معناها ديفولت راوت. يعني ايه؟ حتى بيسموا الديفولت راوت بيسموه بيديله اسم تاني كده، بيسموه ايه؟ جيت واي اوف لاست ريزورت. جيت واي اوف لاست ريزورت، بوابة الملاذ الاخير. يعني اقول لكم على حاجه، انا قاعد في مكان زي اللي انا فيه، عايز اطلع للريسبشن، اطلع من الدار من ده بس عارف مكان. عايز اطلع البلكونه، هخرج من البلكونه. عايز اروح البوفيه كده على الباب الثاني. طب عايز اروح في اي حته، مخرج ده مثلا باب الشقه او الباب ده. يعني افهم ثانيه واحده، ثانيه ممكن نسيب نسير على الباب اللي احنا فيه. عايز اروح الشباك، هروح من هنا
طب عايز اروح البلكونه اخرج من الباب ده، عايز اروح في اي حته ثانيه مفيش غير الباب ده قدامي. عشان كده بيسموا الباب ده بوابه الملاذ الاخير لكوي في مصر ريزورت. هقول لكم على حاجه، احنا كلنا دلوقتي ما احناش ساكنين في نفس المكان، احنا دلوقتي صحيح كلنا متجمعين هنا، اعتبر انك باكت باكت راح على اي مكان. الراجل ده مثلا اللي من جلس اللي من المنصوره اللي من حته بعيده اللي من حته قريبه، كلنا لنا عناوين مختلفه. صح احنا هنا دلوقتي متجمعين في نفس المكان، بس بعد ما نخرج كلنا احنا عايزين نروح، كل واحد فينا عايز يروح بيته. هيخرج من فين؟ هيخرج من الباب ده. عشان كده الباب ده بيسموه جيت واي اوف لاست ريزورت، بوابه الملاذ الاخيره. كلنا هنخرج منها. كذلك الراجل ده لو في شبكات ثانيه مثلا يعني في شبكه ثانيه بسويتش ولا حاجه، الشبكه دي مثلا يا عبد المحسن اسمها الشبكه 20. والله لو حد من هنا عايز يكلم الشبكه 20 هنخرجه كده، حد من هنا عايز يكلم الشبكه 10 هنخرجه كده، حد من هنا بقى عايز يروح في اي حته ثانيه غير الشبكه 20 هنخرجه كده، حد من هنا عايز يروح في اي حته ثانيه غير الشبكه 10 هنخرجه برضه كده. المسارات اللي انا مش عارفها هخرجها كده. اسف. وكده خليه الراجل ده مش هيمشي في خليه يرجع 6. يا عم احنا مالنا وال اي بي فيرجن 6 دلوقتي؟ انا قصدي بالماري ها؟ بالماري اما نبقى ناخد اي بي فيرجن 6 بتكلم فيه؟ هنفهم اي بي فيرجن 4 بعد كده نتكلم في اي بي فيرجن 6. في كوماند شبيه بيه ديفولت راوت للاي بي فيرجن 6، بس لازم يكون عندك فلوس هنا على اي بي فيرجن 6 يا جماعه. لما تبدا تفهم هتاخد ان شاء الله هتاخد 60 جنيه بتشرح الاي بي فيرجن 6 بالتفصيل. بالراوتنج بتاعته بطريقه شغله بي بي، يعني هيقدر يعمل الموضوع بسيط. بس افهم الاول المبدا وبعد كده ابدا طبق. ماشي؟ ده كان بالنسبه لايه؟ للديفو راوت. انا كنت عايز اقول حاجه بس احسن بس مني. السؤال دلوقتي بصوا يا شباب، عارفين الشبكه دي بيسموها ايه؟ الشبكه دي ليس لها الا هذا المخرج عشان تخرج تروح لشبكه ثانيه مختلفه، عايزه تطلع على الانترنت مثلا، مالهاش الا المخرج ده، كل مره تخرج كده. لذلك بيسموا الشبكه دي بيسموها ستاب نتورك. خد بالك، خد بالك يا بتاع الناس الاخير. ستاب نتورك يعني شبكه معزوله، والشبكه المعزوله هي الشبكه التي ليس لها الا مخرج واحد. هي الشبكه ابراهيم، هي الشبكه التي ليس لها الا مخرج واحد. خلاص؟ وفي قانون كده، الشبكه المعزوله تروت ديفولت راوت. الشبكه المعزوله تروت ديفولت راوت. تاني كده، الشبكه المعزوله تروت ديفولت راوت. يعني اول الشبكه دي كل مره تخرج عن النت تخرج كده. خلاص يبقى الراوتر ده اكيد عليه ديفولت راوت. ماشي كده؟ فاهم حاجه؟ ده كان بالنسبه للجزئيه دي. انا عايز اديك مساله بقى تفكر فيها، مسالتين. فكر فيهم ونتكلم في الحل بتاعهم بكره. خلوهم يوضحوا ده الحين. المسألة الأولانية الشبكه دي
كل جهاز او عايز ما صح عايز كله يشوف كله عايز اي حد ممكن يشوف اي حد يعني الراجل ده بقى لو بنج على الراجل ده او الراجل ده يرد عليه الراجل ده لو بنج على ده او ده يرد عليه الراجل ده لو بنج على ده او ده برضه يرد عليه تعرف ده البروتوكولات اللي انت اخذتها اللي هو استاتيك انا مش هساعدك اكتر من كده خلاص اللاب التاني ده اللي محتاج تفكير حبتين انا عندي راوتر متوصل للانترنت عندي راوتر متوصل للانترنت بس متوصل للانترنت عن طريق عبد المحسن عن طريق كابلين يعني مثلا هنقول ان انا واخد مواصلات او واخد لينك كده من تي داتا واخد لينك كمان من شركه مثلا ناين اونلاين بحيث لو اللينك بتاع تي داتا وقع بس خد بالك اللينك الاولاني واخده منين ثاني كده من تي داتا والمصاري الثاني واخده من شركه ناين اونلاين يعني ده من شركه وده من شركه هيبقى المصاري ده المصاري الاساسي بتاعي هو ده انا شاري مصاريين انا شركه وبالخاصه اللي بيشتري المصاريين دول او الكابلين هتلاقوا دايما شركه اللي هم جماعه دول الاوراق الماليه اللي شغالين في البورصه عشان ساعات بيجي ناس كده بيشتغلوا بيعملوا مبيعات كده من عن طريق الانترنت فالنت لو قطع هتبقى مشكله ممكن العميل يخسر فلوس فاهم حاجه في المكان ان يبقى ايه في اكتر من خط نت عشان لو خط وقع الثاني يشتغل ودايما واخدين الخطين مش من نفس الشركه خط من شركه وخط من شركه ثانيه ليه؟ اصل انا واخد خطين من نفس الشركه فلو في مشكله عند الشركه دي في السنترال كل خطوطها وقعت وبالتالي الخطين بتوعي لا انا اخد من شركتين او من ثلاث شركات عايز اقول له ايه؟ المسار المفضل بالنسبه لك يا راوتر هو المسار بتاع الكابل بتاع تي داتا بس يا راوتر لو كابل تي داتا ده وقع او حصل له اي مشكله اطلع عنيت من المسار بتاعي رجع المسار الاساسي اشتغل مره ثانيه رجع المسار الاساسي اشتغل مره ثانيه رجع عليك ترجع عليك وخلي ده احتياطي الاساسي وقع اشتغل على احتياطي تحب ما الاساس يكون بنفسك بنفسك فكر فيها بقى خلاص فاهم السؤالين حد له اسئله حاج احمد امرين حسين عم مرسي مفيش اسئله؟ طيب ازاي اتاكد ان انا ماشي تمام؟ يعني بالظبط انا ماشي ازاي؟ عشان اتاكد ان انا ماشي تمام مش الظرف انت ممكن تشتغل بالبنج هنا ولا هنا؟ عشان تتاكد ما هو بقى خد بالك انا عامل لك هنا انترنت انت لو فاهم شويه طبعا الانترنت ده هتعمله ازاي؟ احط اي سي سيرفر لا هتحط بقى لا خليك بقى معلم يعني مثلا يعني هتحط لي راوتر هنا وتحط لي راوتر هنا خدت بال حضرتك ممكن تعمل ربط ما بينهم خدت بال حضرتك وتعمل لي مثلا كابل هنا وكابل هنا واصلين على سويتش وفي هنا سيرفر عشان تبقى انت يعني مخضرم حبتين يعني وهنا سويتش ها تقوم تعمل ايه بقى؟ قوم الشرط كمان ان طب مصاب ده مش شرط كمان تعمل ده مش شرط دي بحيث لو ده شغال خلاص ده اتقطع ده هيشتغل فانت انت عايز المسار المفضل لديك تعملها كده دي حته الانترنت او السحابه اللي انا كنت عاملها لو انت بقى قاعد مخضرم يعني تقول تبدا تحط لي الاي دي ولا يكون 11 11 12 11 2 بس السؤال دلوقتي يا شباب لو احط ايبيات هنا في الشبكه 13 ده يبقى كام؟ 13001 ولا 13002 طب ده ينفع يبقى 13003 طب السؤال دلوقتي ده 13001 وده 13002 ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش ليه يا حاج احمد؟ انت حتى لو ده انهم في شبكه واحده يبقى ينفع قلت لك عم احمد ينفع يا احمد ينفع ليه بقى هو مش ده سويتش السؤال بس مش ده سويتش والسويتش تعريفه جهاز يربط اجهزه الشبكه الواحده يعني النقطه اللي متوصله على دي مع النقطه ده هنا مع النقطه ده هنا في شبكه واحده ولازم اصلا ما ينفعش غير كده لازم يكون في شبكه واحده هذا 13-1 13-2 13 مظبوط وابدا بقى تعامل يا تحسين ولو انت فعلا عامل الموضوع ده صح هتبص تلاقي الظرف مشي من فوق ومشي ولو قفلت المسار الفوقاني طبعا انت بقى في المسار الفوقاني ازاي؟ خش على البورد ده وقول له شد ده
انهم المسار ده متعطل وتلاقي نفسك شغال من المسار الايه ده ازاي تعمل الموضوع ده فكر فيها واشوفك ان شاء الله المره الجايه.